This is the spirit in which هذه الروح التي تود بلاد الجزائر تقديمها في مجلس الأمن والسلم الإفريقي كواحدة من الأعضاء الممثلين للقارة الإفريقية، وهي الروح التي تعمل الجزائر على المساهمة بها رفقة باقي الأعضاء خلال فترة 2024 و2025 بتنسيق تام مع الأشقاء الأفارقة في المجلس وفي تناسق تام مع نهج الاتحاد الإفريقي.